مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحب مع اليوم بميس عائشه صاحبه الشريط الذهبي للشوكليت. هاي، هاو ار يو شيف عائشه؟ فاين ثانك يو شيف عائشه. كان يو تيل اس مور اباوت يو اند وين ديد يو ستارت يور شوكليت هير؟ وي اوبند لاست ديسمبر 2021. So it's 1 year and 1 month that we've been here, and it's been amazing place. Yeah. And we're so happy to serve the community. We have a different kind of view of how to do chocolates. Everything is fresh. Everything is chocolate inspired. We use fresh eggs, fresh cream, fresh butter. Everything is made here. It's no preservatives. We pride ourselves on serving customers, doing customized cakes, yeah. customized chocolates, working with the customers for weddings and corporate events. Yeah, Chef Aisha, can you tell us what is the service that you provide here? We're a chocolatier, so mainly we do chocolates, hospital chocolates, we do new baby chocolates, yeah. happy birthdays, okay, any occasion, Eid, Ramadan. We have different types of chocolates. So we have berry chocolates with mango, with raspberry, with nuts. We have Arabian flavors. We want to work in a Japanese menu so that we have flavors from Japan and flavors from India and different flavors so that people from different countries that can come and they can have a mix of something that's home for them. Yeah. Because actually what we love, we love it when people come and they remember their grandmother, their home, a flavor that they've had, something that's familiar, and they leave happy. That's what we like. Yeah. We like that good customer experience. Yeah, of course. Chef Aisha, as you know, there is a lot of competition here in UAE. So how you make your chocolate special? Our chocolate is fresh. Yeah. Everything that we use is fresh. So fresh fruits in our mangoes and our raspberries. We do it by hand. Yeah. It's not done in a factory. It doesn't have any preservatives, no palm oil. It's all, customers can come, they can choose colors, they can choose flavors. I've had 100 to 200 boxes of chocolates that people do. Mm-hmm. And they come and they choose the flavors that they want for their corporate event. And we, you know, work with people to do that. Yeah, sorry. Yeah, of course. هنا قسم بيع الشوكولاتة. فطبعا الشوكولاتة هنا عندك عدة أنواع. شوكولاتة معباية من داخل بنكهات طبيعية. بعض مرات يطلبها الزبون، بعض مرات احنا نخترعها. اغلبها طبعا موجوده عندنا احنا، مثل المانجو، مثل الزعفران، الهيل، حتى الحلوى العماني نحط حسب نكهه الزبون. هنا مثلا بعض المشكلات اللي هي فيها شوكولاته مقرمشه وفيها نكهات خاصه مثل القهوه العربي وفي قهوه الاكسبريسو وغيره. فبشكل عام وفي كمان ايضا شوكولاته اللي هي من غير سكر، وفي شوكولاته اللي هي دارك. فلو تلاحظ هنا هذه عباره عن اللي ياخذوها شوكولاته الخفيفه، هذه ما فيها اي شيء، ما فيها اضافات، ما فيها. هنا بخصوص المستشفى الامراض وكمان بالنسبه للتهاني لاطفال جداد او واحد سبحان الله لما الله سبحانه وتعالى يعافي يجيبوا له هديه من هنا. احنا هنا الان في قسم التغليف، الطلبات بيحطوها على الحائط وبعدين بناء عليه تعمل الطلبية، تعبي الشوكولاتة. لو تلاحظ هنا المواد الأولية موجودة هنا، منها تنتقل إلى قسم تصنيع الشوكولاتة، وهنا بعض الشوكولاتة اللي هي منجزة حاطين كتابات شو إيش هي نوع الشوكولاتة على أساس بس يعبوها حسب الطلب. وهناك كمان القوائم اللي هي كل التعليمات اللي لازم يمشوا عليها الموظفين. هذا الجهاز من شركة مشهورة جدا اسمها سلامي إيطالي،
بتصنع 35 كيلو خلال 15 دقيقة من الشوكولاتة، تحط فيها الشوكولاتة وعلى طول، وبينصب هنا صب بحطوا القوالب عليه، وهاي بتصنع 25 كيلو خلال 15 دقيقة. ليش عندنا ماكينتين؟ لأن واحدة حسب نوعية الشوكولاتة، إذا شوكولاتة بحليب، شوكولاتة يعني فيها جوز ولوز، هاي غير وهاي غير. وهنا عندك حزام للطلبيات اللي هي الكبيرة، بنفتحه وبعدين بتغمس الشوكولاتة بشكل سريع. هذا الجهاز يخلي الشوكولاتة ساخنة، إذا عينات صغيرة، عينات صغيرة بيخلي الشوكولاتة ساخنة. هذا براد للشوكولاتة، يعني مش أي براد، لازم حسب مواصفات عالية على أساس يحافظ على درجة الحرارة، فمش أي براد يخلي الشوكولاتة شوكولاتة. مثل ما أنتم شايفين حاطين الشوكولاتة جوا. هذا جهاز يفرد العجين حسب الطلب، لما نبغى نسوي أي شيء فيها كيك أو كروسان أو هذا، بنطلع الجهاز بنحرك هذه الطاولة، الطاولة بالعجل، وبعدين نستخدم هذا الجهاز. وهذه الطاولة كل شيء بيصير فيها، جزء منها معدني وجزء منها حجر، الحجر طبعا للشوكولاتة والمعدني للعجين، كل شيء حسب الطلب، وبعضها من الجهتين ممكن الشيف يستخدمها. وهنا الخلاطات الصغيرة للشغلات الصغيرة مثل ما انتم شايفين هنا، بخصوص عفوا العجانة الكبيرة. وبعدين إذا فرضا الشوكولاتة أو بعض البضاعة بدنا نبردها بسرعة، لأنه لما تكون لسه ساخنة علشان نحافظ على درجة الحرارة، عندنا هذا الجهاز اللي اسمه بلاست شيلر، ببرد بسرعة. احنا للمحافظة على المواد الخام وكمان المواد اللي خالصة، في عندنا برادات وفي عندنا مثلجات، وحاطينهم بأقسام مختلفة. يعني مثل ما انت ملاحظ مربع، هذا مربع على شاس، هذا ما يطغي على هذا، وهنا هذا غير وهذا غير. هذه مثلا هنا كلها منتجات اوليه، وهذه بعضها غير خالص. نفس الشيء هنا دبل، وهنا عندنا الفرن، هذا الفرن بيشتغل بالمروحه فبيسخن بسرعه، وتحت عندنا الخماره تخمر العجين، وهون الطاهيات، هذه سريعة وهذه العادية. الشوكولاتة والعجين طبعا بالزبدة، بالزبدة وبالألوان اللي هي تؤكل، ألوان طبيعية. وهاي المغسلة طبعا. هذه غرفة كبار الشخصيات، يصير فيها اجتماعات زبناء البنك مثلا، أو اجتماعات لسيدات أعمال، أو سيدات عندهم بعض المطالب أفراح، اللي مثلا عندهم بعض المناسبات بدهم نعملها لهم. طبعا أيضا نعطيهم إحنا قهوة هنا، ونعملهم بعض المشروبات اللي هي كوكتيل، اللي هي فواكه وما فواكه. هنا طبعا عندنا مخزن خفي للقهوة، بتطلع المكنة تبعت القهوة حسب ما يطلب الزبون. وتحت هنا في عندك الحوض، ايوه، لغسيل المواعين. وطبعا احنا ما نسينا اصحاب الاحتياجات الخاصه، فسممنا تكرموا بيت الماء لمواصفات اصحاب الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم. Aisha, can you tell us about your future plan? Future plans. Our future plans will be in February at the Taste of Dubai, showcasing our chocolates and all of our chefs there that are wonderful, that work with us. We have a great team. And we'll be specializing with chocolate, with cookies, with cakes, and please come and see us. Inshallah, yeah, we hope you all the best in future. Thank you. Inshallah. Thank you. Shifa Aisha, as you know, we are in the best country in the world. There's a lot of safe and security here in UAE. So how does that help you to invest here in UAE? We are a locally owned company. We love UAE. It's such a great place to have a business and to live, to raise your children and your families. We love all of the people from different countries who come into the shop, and
It's just a very interesting and a unique experience to have a business in UAE. And we thank all of the leadership and all of the people, you know, who take care of UAE and provide for us. It's just a, it's a wonderful place to live. Yeah, yeah, we're so happy. Yeah. Thank you so much, Shifa. Aisha, at last, can we know how to reach and contact with Shirit al-Zahab al-Chocolate? Yes, we're located in Sharjah, Al-Muntaza Plaza, and we're just next to Saudi German Hospital. We have a phone number I can share the phone number and the address with you if you like. Telephone call. We have a website that's coming online soon. It's not finished yet. Yeah. So we'll soon have a website that you can go to and order. Inshallah. Thank you. Thank you so much, Shifa Aisha. Thank you. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.